مستشفى الشفاء ينضم إلينا مراسل الحدث خضر الزعنون. خضر أهلا بك، تطلعنا على آخر التطورات والمستجدات في مشفى الشفاء ومحيطها، ما الذي يجري الآن؟ أهلا بكم وبكل المشاهدين. بصراحة الذي يجري هو أن الدبابات الإسرائيلية تطلق القذائف المدفعية وأيضا الرصاص فوق أي إنسان أو مواطن يتحرك من البوابات الرئيسية الشرقية باتجاه شارع الوحدة المقابل لمستشفى الشفاء، والذي شهدناها أكثر من مرة تم إطلاق عملية النار وأيضا القذائف المدفعية فوق أعداد من المواطنين حاولوا الخروج من هذا المستشفى الذي تحاصره الدبابات الإسرائيلية اليوم الرابع على التوالي. أيضا هذا يأتي في ظل أيضا عمليات استهداف في محيط المستشفى من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي، والذي يضرب يعني بنايات ومنازل وأيضا شقق سكنية في محيط مستشفى الشفاء، والتي هذه الغارات تخلف طبعا هناك ضحايا وأيضا مصابين في صفوف المواطنين، والذين لا يجدون أي من سيارات الإسعاف تأتي إليهم بسبب الكثافة النارية الإسرائيلية والتي تحول دون تمكن سيارات الإسعاف من التحرك أو الخروج سواء من هنا من مستشفى الشفاء أو حتى من المحطة المركزية للإسعافات والكائنة في حي تل الهوى إلى الجنوب الغرب من مدينة غزة، حيث مستشفى القدس الذي هو الآن محاصر من قبل الدبابات الإسرائيلية في هذا المكان. أيضا في المنطقة الشمالية وتحديدا في حي النصر هناك أربعة مستشفيات هي أيضا محاصرة من قبل الآلة الإسرائيلية، ويتواجد أيضا الدبابات في الداخل بعض طيب. هذه. طب بالإضافة إلى الحصار تجري اشتباكات مع الفصائل الفلسطينية على الأرض؟ بصراحة زميلتي يعني نحن نستمع لطلقات نارية وهذه الطلقات لا تتوقف في محيط المستشفى، وأيضا كل ذلك يتم بتغطية نارية سواء من الدبابات الإسرائيلية أو حتى الطيران الذي يتدخل بين الفينة الأخرى ويقوم بقصف سواء منازل أو أهداف في محيط المستشفى. ولكن هناك أيضا أعداد في الشوارع موجودة من الضحايا وأيضا المصابين لا تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم. طيب حتى انتشال لهم. طيب خضر، يعني هذا حصار كامل، يعني بحسب ما تصف لنا المشهد أنت موجود داخل مجمع الشفاء، هذا حصار كامل لمجمع الشفاء. طيب كيف هو الوضع داخل المشفى سواء للمرضى للجرحى للكوادر الطبية للنازحين؟ كيف يصل أي طعام شراب مثلا؟ ما هو المخزون الموجود داخل هذا المجمع؟ أولا فيما يتعلق بالوضع الصحي والوضع الطبي داخل المستشفى فهو منهار، والأطباء والتمريض لا يستطيعون أن يقدموا أي شيء للمرضى والجرحى على أسرة الشفاء، حيث لا يوجد أي من المستلزمات الطبية أو الأدوية أو المضادات. أيضا أضيف إلى ذلك لا يوجد وقود لتشغيل الأجهزة الطبية داخل هذا المستشفى، والكثير من الأقسام أو كل الأقسام تقريبا شبه أنها توقفت عن كالمختبرات، وأيضا قسم أيضا مرضى الكلى وأيضا الدم والكثير من الأقسام هي بصراحة توقفت. أضيف إلى ذلك أن الحالة الإنسانية للنازحين داخل هذا المستشفى يرثى لها نتيجة عدم توفر أدنى مقومات الحياة سواء من مياه للشرب أو مياه للتحميم أو حتى الأكل، لا يوجد أكل. يعني بعض المواطنين مما لديه من إمكانية بسيطة جدا من التمور يحاولوا أن يتقاسموها فيما بينهم ليبقوا على قيد الحياة. طيب أي تطورات أو معلومات جديدة حول موضوع المحادثات التي كانت تجري بين مدير مستشفى الشفاء والجيش الإسرائيلي حول موضوع الوقود وإمداد هذا المستشفى بكميات من الوقود؟ نعم فيما يتعلق بهذه النقطة زميلتي موضوع الوقود والذي عرض الجيش الإسرائيلي تقديمه إلى مستشفى الشفاء خاصة لقسم الحضانات لأن الأطفال يموتون في كل دقيقة، المستشفى هنا أو إدارة المستشفى وعلى لسان مدير المستشفى يعني قالت أن هذه الكمية بصراحة هي لا تكفي وقليلة جدا، وعندما تم الاتصال كان في ساعة متأخر من الليل حوالي الساعة الثانية فجرا، ولا يمكن تحريك سيارة إسعاف أو أي من السيارات للتوجه إلى تلك المنطقة النائية والمحفوفة بالمخاطر نتيجة التوغل الإسرائيلي فيها. لذلك طلب الإدارة هنا وطلب مدير المستشفى بأن يكون هناك كمية معقولة، وطلب أن يكون هناك بوقت عاجل 6,000 لتر ليتم يعني تشغيلها ولو ليوم واحد لتشغيل المولد الكهربائي هنا الرئيسي، وذلك لإنقاذ حياة مرضى وأيضا إجراء عمليات لبعضهم وأيضا وضع الباقين من ذوي الحالات الخطيرة جدا نعم. من القدج على أجهزة التنفس الاصطناعي.
أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات. دائما سنتابع معك خضر كل التطورات من مستشفى الشفاء. مراسل الحدث خضر الزعنون، شكرا لك.